للأسف إحنا عندنا النهاردة 3 حوادث مرتبطين بالـ3 شركات للتوصيل في مصر، سواء شركة أوبر، سواء شركة كريم، سواء شركة ديدي. طبعا زي ما حضرتك تكرمت وقلتي، الواقعة بتاعت شركة أوبر المعلمة اللي تعرضت للأسف لواقعة خطف أثناء توجهها من منطقة التجمع لحضور حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، وسواء حاول يهتك عرضها أو يغتصبها زي ما بيقول محضر الاتهام في منطقة مدينة نصر مكان الواقعة. هي حاولت، يعني بحب بس أوضح للسادة المشاهدين الواقعة عشان يكونوا معنا في الصورة. البنت حاولت تنزل من العربية بعد تحرش السائق بيها، لكن كان معاه قطر وحاول إنه يتهجم عليها ويعتدي عليها. البنت أثناء مقاومتها ليه هو عورها في إيدها وفستانها برضه اتقطع. أول ما شاف كده وهي بدأت تستغيث بالمواطنين فر هاربا، وهي وزايدة برضه بنقدم نماذج وحشة، نماذج سيئة مثلا من السائقين، في نماذج كويسة لأنه اللي أنقذ البنت دي سواق تريلا كان معدي لقاها وقف لها وفضلوا معاها لحد ما اتصلوا بأختها كمان. طبعا، وقال لها كمان انت امانه في رقبتنا لغايه ما نسلمك لاهلك. يعني ده موقف ايجابي برضو، ليهم كل التحيه طبعا على هذا الموقف. طبعا النهارده بالنسبه لتطورات الموضوع ده، هي اللي اتقبض على السواق في منطقه المقطم، تم عرضه على النيابه وخد 4 أيام حبس. كان في سواق تاني مقبوض عليه برضو في الواقعه، وتم اخلاء سبيله بعد ثبوت عدم تورطه في الحادث. هل تم اجراء لي اي تحليلات ليها علاقه كان تحت تاثير مخدرات وصحته العقليه والكلام ده كله؟ النهارده هو معاه شهاده ان هو من ذوي الهمم او من ضعاف السمع. النهارده تم عرضه على الطب الشرعي برفقه المجني عليها برضه. هو دخل، تم تحليل عينه بول ودم ليه للتاكد من تناوله اي مواد مخدره او مسكرات، بس نتيجه التحليل الطب الشرعي بتظهر بعد اسبوعين وبيتم تسليمها للنيابه مباشره. ايضا المجني عليها النهارده خضعت لكشف طبي في مصلحه الطب الشرعي بمنطقه زينهم. هي مصابه اصابات مش كبيره، يعني خفيفه، تم اعطاء راحه ليها لمده 3 أيام بس. التقريرين الطبيين هيتم عرضهم على جهات التحقيق، وبناء عليه اتوقع انه هيتقدم لمحاكمه عاجله في القريب العاجل.